يلا زد رصيدك يلا 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 زد رصيدك كل يوم نعيش واقعنا حياة والرصيد نزاد هذا كسب دين من اللي فايلقى وجيه مسفرات يا هلا ولا الهلا باللي يجينا يا هلا ولا الهلا باللي يجينا يا هلا يا هلا يا هلا باللي يجينا يا هلا يا هلا يا هلا باللي يجينا صوته جميل هو عنده النبرة هذه بس نبرة نبرة يا نبرة الله يا أخي نبرة فنان ها هاي كذا 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 بعطيك نظرة شو اسمه الهيبة بعطيك نظرة الهيبة ذي بسرعة قبل ما تورم عيني من ذا ما بعطيك يقول ما في صور شخصية تخيل الهوا هنا وانت عندنا وجالس طقطق مليون صور اخلص اخلص اوه نظام عزل عشان تقول يخلص لا لا امزح اوكي اب كب كب جت جاء العيني اخراش التميلح اب كب 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 انا بس انك تميلح ما عرفت تميلح اصبر كب 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 ليه لا انت كذا معطيها وضعية حسية يا اخوي بدل ما احرك يدي واجيب الخشمي خشمي كذا خلاص اخوي قدر خشمي والله كذا يعطيها الوضعية ويعني انك حكيت خشمك العين ايه أكيد. عندك مانع يا ابو اسال استفسار ما ادري اشوفك معصب خشمك ولا خشمي وش فيك يا راشد والله زعلان. العظيم انك من تالي ما انت مضبوط ما انت مضبوط والله انك مضبوط والله انك لا سوالف عشان الكاميرا يا اي اكيد اجل تحسبني اسولف عشان سواد عيونك عشان الصوره الصوره والله. الصوره تنفعني توثق صوره انت بتنافعني وانا اخوك انت بتنافعني انت بتنافعني ولا لا يا عمر ولا لا بقرا آه. انا مخليني بالهامش اخيرا مهمشني بالهامش يا اخي قحطاني وشو قحطاني من القصين عادي يا اخوك مهجن مهجن عادي يا اخوك انا مكس حايري قصمنجي شرقاوي نجداوي يلا الحين الحين حاول تعديها الحين ازبد لك وانا مرتاح بس هي تتعدي الحين يا ونس الونيتها يلا وش تسوي الحين ايوه تقول لي الله يقلع اصبر عيني عيني تجمع صاروخ صاير وشو الله يبين وجهك والله عيني واضح انها مليانه دموع ها عيني واضح انها مليانه دموع لا قاعد ابكي من جمال تصويرك شفت كيف اصبر 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 والله العظيم دموع كانت عيني توجع غمز قديم ذي رب الكعبة قديم ذي والله العظيم عيني مليانه دموع بخرب الصوره ايش فيك يا دواجن الخوي ايش فيك هد هد يا طير يلا يلا خالد تعال تعال الله يستر اي اتوقع الله يستر بن بدر والله انها تخيل مسخ ما يحط اسمع خيطتك قامت تقول انا بطل زد رصيدك واخر شيء بعد ربع ساعه مع البر والله شكله بركبه يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 الحين يا شباب ايه شباب ايه عبد العزيز طقطق الحين خلط طقطق عيال طقطق بدت عيال وين يا شباب يا شباب طقطقة يا اوه خالد شباب طقطقة الحين ايه الحقوا ابو سالم ابو سالم طقطقة الحين الحين طقطقة يا رجل خليه يولي يا شبيب انا اقول لك انا يوم نمت هناك كم استمرت نوم طقطقة يا طقطقة ايه هبت هبوب الليالي هل انت ولد خالتي وين ده تعال معا خلود الطورس سوي شلونك سيب
بالله كنا عايشين 15 يوم في هالمكان. كنا عايش. أقول لك. إيش فيها؟ ترمي. طلعت فيها شعرها بس بالليل ولا الحين. ما اقدر اطلعها والله الحين ما اقدر اطلعها. تعال 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 انا خبير في تطليع الشعر من العين. حطوا حطوا ماء ملح. لا لا ما يصير. ايش يسموه؟ حط عسل. خليك خليك خليك. بسم الله الرحمن الرحيم. جعلها ما طالع فوق. جعل معي صدق على الرخاء. جعلها فهد وتعزيزين الجنة. هو يعرف ويحس فيها وين؟ يا فارس شباب من هنا عند الباب. انت تحس فيها فوق فوق هنا فوق؟ وين فوق الشهر؟ ايوه هنا. لا هنا ضغط الضغط بلندر. خلينا نشوف. يا صلي لدى النبي صلاه. يا صلي لدى النبي صلاه. يا صلي لدى النبي صلاه. يا صلي زيد النبي صلاة. رصيدك زيد رصيدك زيد رصيدك زيد رصيدك زيد رصيدك زيد رصيدك. أوه إلى متى ونحن نقرأ هذه السخافات؟ إلى متى ونحن نتثقف في هذه الكتب؟ وليس كل الكتب، فبعضها سخيف وبعضها جميل. مشاهدينا أهلا وسهلا بكم في طقطيقة، وسامحوني إن البرد قارص جدا، فيداي متخبيتان. يقولون عند العرب إذا حسيت بالبرد شب النار ولع الحطب. مشاهدينا كما ترون على هذه الطاولة المتواضعة بعض الكتب، دعونا نبحر فيها قليلا. هذه الكتب تتحدث عن بعض المتسابقين وعن حياتهم الشخصية وعن نشأتهم كيف كانت. ومعنا اليوم متسابق جميل جدا يحب أن يضع نص كيلو كحل على عيونه. معنا المتسابق عبد الرحمن المطيري. ولد عبد الرحمن المطيري في عام 917 ميلادية. كان منذ صغره يعشق القراءة والاطلاع والفلسفة وقرأ العديد من الكتب. صاحب منذ صغره يعني يوم كان صغير شعراء عدة، كان منهم الشاعر أبو الطيب المتنبي الذي كان أعز خوياه. كانت تكيتهم سوا وطلعتهم سوا وكشتاتهم سوا، حيث كانوا يترادون في القصائد وكل منهم يذكر أبياتا للآخر. لا مجد في الدنيا لمن قل ماله، ولا مال في الدنيا لمن قل مجده. وكان من أشهر أبيات المتنبي على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. والله ما انت بهينة والمتنبي. ومن أشهر أبيات عبد الرحمن المطيري يقول: يا أبو كاتم جعل ربي خليك، ذخر للقرية وذخر لنا رغم الخصم. يا شيخ والله نغليك ونحبك ويا زين خصمك لنا. يا زين خصمك لنا وتحب. لا ويا زين خصمك مو أودي يقول لي كيف بس نلقاه لازم لنا. إلى أن جاء اليوم الذي طقت به تبدى المتنبي من عبد الرحمن وتزعلوا، وكانت من أهم الأسباب أن المتنبي كل ما جاء يقول قصيدة شطح عبد الرحمن وقطع عم القصايد. فغضب المتنبي أن ذاك وكنسل أم العلاقة. لكن متى اتفق الناس؟ الناس لازالوا في خلاف إلى أمد بعيد. فعاش عبد الرحمن المطيري حياته بتعلم أمور جديدة. حينها قرر تعلم الفورمولا 1 1 2 3 اوه العقار راح الله يجزاكم بالخير. ولكنه لم ينجح، يا له من رجل لم يفهم. وقرر ان يتعلم ستاند اب كوميدي. شايف سبنج بوب واخويا بسيط هناك؟ اوه انا شايفهم توم وجيري. انا شايفهم توم وجيري. ولم ينجح ايضا. لكن العبرة بالخواتيم يا بني، إذا كنت صاحب مبدأ حق معك استمر استمر. وها هو الآن يشق طريقه بحثا عن النجاح والبحث عن نفسه.
حباني عبد المجيد الفوزان يدور على صديقه ورفيق دربه فارس البشيري. والله اني فاقدك وفاقدين حسك، والله اني فاقدك يا فارس وفاقدين حسك، ويشهد علي ظلام الليل يا فارس يشهد علي. وينك؟ أنا وبليسك يوم انك نويت تمشي ما لقيت الا تمشي مفاجأة. يا فارس رد على عبد المجيد، رد الله يصلحك رد. وين فاهم غلط عبد المجيد؟ عبد المجيد على باله ان فارس فارش فرشه وجالس فوق سطح القمر، رجل الفضاء يتجول في السماء. عبد المجيد نادى محمد عثمان. تعال مين؟ شوف انا قاعد انهبل انا شوي، فعشمي المود ولا طيب. يا عبد محمد عثمان تعال، ترى انت عندك نظارات بتشوف فارس. راح بس باقي صورته في اللي شفناه قبل شوي، وممكن انه في كل الاحوال حتبقى صورته. تدري وش مشكلة الغياب يا محمد؟ وش مشكلته؟ مشكلة الغياب اذا منه جاء على حب صادق انه ياخذ شيء من قلبك. الله الله على الكلمات الجميله، على الرومانسيه، على الحب. نعم تسمعني شيء من اللي قلته؟ وش شفت؟ سلم طال عمرك. وش شفت؟ شلون شفت؟ وش شفت في فارس؟ انت تسالني؟ ايه الحين قدامك فارس هذا متعلق. ها راح فارس غطت الغيوم. عبد المجيد توهق. اسأل محمد عثمان. محمد عثمان قلبها على عبد المجيد، توهق عبد المجيد ما ادري ايش يقول. راح فارس، الغيوم قفلت عليه وراح مضيع فارس. تبي خلني عندكم، خلني ادور معكم يا اخي. يا فارس يا اخي تعال، ترى اخوياك انتظرونك في القريه. تعال يا فارس يا اخي حرام عليك يا اخي، رد علي يا اخي، انا جالس في القريه ترى انتظرك. رد يا اخي. فارس لا تزعج امنا يا اخي، اطلع يا اخي. فارس اطلع يا حبيبي اطلع، ترى اخوياك انتظرونك. اطلع يا فارس اطلع، ترى اخوياك انتظرونك، ذبحهم البرد. اطلع من بالليل فانا من بعيد، الوفا ما هو على الوافي جديد. مرحبا بالليل فانا من بعيد، الوفا ما اخيرا طلع فارس. لا فارس مو قادر. الله يخليكم البعض. حباني راشد القحطاني وبرنامج هالجميل، خلنا نشوف. إنسان بلا طموح مثل الأكل بلا ملح، يعني أنت كيف توصل الحاجة وأنت ما عندك طموح؟ طبعا إلا إذا كان حظك زي حظ عمر ملحم ما شاء الله. لكن لازم الواحد يكون عنده طموح. جميل والله وتالله، إن شاء الله إن الكون ذا كله يتسخر الله سبحانه وتعالى يسخر الكون هذا كله لك عشان تفعل الأسباب وتتوكل على الله وتحقق اللي تبغاه. وشكرا، أشكرك جزيل الشكر يا حبيبنا دكتور راشد. أعزائي المشاهدين، كانت هذه الحلقة الأولى من برنامج مع نفسي. بسم الله الرحمن الرحيم. رجل وش بلاه؟ يسولف مع نفسه؟ مع جن هو ولا؟ وش قصته؟ يا جماعة الخير، أنا أطالب الإدارة بوجود عيادة نفسية ومكتب للرقية الشرعية. المتسابقين هبلوا، وش عندك يا راشد؟ متزعم أخوياك لبوهم ما لقيت أحد وتسولف مع نفسه؟ بسم الله، الله يكفينا شركم. ترى المرة الأولى أنا قلت أوكي زد رصيدك 7 حيكون في جن، شبكتوها مع زيد رصيدك 6، ترى فاهمين غلط يا عيال. حباني، مثل ما عودناكم في كل حلقة ناخذ مقاطع من هاشتاج طقطيقة، خلونا نشوف. نجتمع بجلسة ولما نجتمع بجلسة قهر مشقي يا شباب ثم أنما دقت الساعة حان التنبيه من وانا برد الخمام من وانا برسة ولما ندينه خير وترفيه ما قهرنا والقهر مشقي ما قهرنا من نوانا برد الخمام ثم نحوسا حسني صحي الشباب قادنا والنما والخطا ما حنا بالخطا ما حنا بنزكي نجتمع بجلسة ولما نجتمع بجلسة ولما أنا بلس.
على طول صلاة؟ لا اصبر برو. انا طقعته بيقين قلت ايش الولد الامام والامام. يعطيكم الف الف عافية حباني. مقاطع تجنن، مقاطع جميلة، مقاطع طهبلة. اشكركم على تفاعلكم. لا اوصيكم الحلقات الجاية على هاشتاج طقطيقة، ابي انواع المقاطع، انواع الطقطقة على متسابقين. ونقول مع السلامة، البرد ذبحنا. سيد يا بداية كذا ما شاء الله. الفخامة فين؟ الفخامة مفارقة وجهك من تالي. تكفى يا وشو؟ يا وجهك انت وخشمك ذا يا ولد. يا رجال كنا فنجال خشمك. شيك محسسني انا اللي مصمم وجهي بالفوتوشوب. لا بس خشمك وضع لازم لازم تعال عشان احمر يعني من زود الدموع. شفت كيف اني حساس؟ شوفك صاير من تالي. ها شوف كيف حساس حتى صار اغمز من زود الحسيه. يا عمر عيني. شوف دقيقه لا بس ثواني صبر. شوف امسك 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 يا اخوي. لا يا اخوي اصبر اصبر. لا حول. شوف علو بليسك يا تنفض اخبار انت. راح عين عين ما هو درج درج له سنه فاضي. ايش فيك يا اخوي؟ هذا والله الملحس. ما تملحس مخك. ما تمشي ما اعطيت. تحاضر سالفه الفلك حقت عبد الرحمن الطيري. ما كيف ملحس مخك يا اخوي؟ تعال تعال تعال. ها تعال تعال. لا حول. قمت اسولف وغمز يا ولد كني والله ماني بناتف نفسي عشان ما يجي عليه خصم. خله بس خله. شال الملحوس ذا اللي تنفخ بالدرج فاضي يا اخوي. ترى عين عين فيها ماء. تنفخ تشوف مين يا اخوي. وخر عني بس اللحس الفخم ذا. فيك يا اخوي بدقاء. اللي فايل قوجيه مسفرات. يا هلا ولا الهلا باللي يجينا. يا هلا ولا الهلا باللي يجينا. يا هلا يا هلا يا هلا باللي يجينا. يا هلا يا هلا يا هلا باللي يجينا. وعلي الطلاق مجلس يا اخوي. طلق عشان متجوز اطلق معزمي سلاحي كما نعم. وين سلاحك؟ وين سلاحك ابو فيصل جدك؟ خلاص خلاص خلاص. تعال يا المحزن. تعال اعطي سابحتي وين راحت؟ محزن ما قال مقبل. تعال طاحت في النار. الله دقيتها سبعتي وراحت. طاحت في النار. لا ما طاحت في النار والله. لو نيس طيب لا ايش اخبارك طيب؟ حذتينا نشوفه ايش اخبارك طيب؟ يا عمر الملحم هاتا الطير على طول نسى اكثر ذبح. قال الله لا فالها حرام ما فيكم ردي. قل يا غدا كل شيء غدي بين الثريا والجدي. حاله ما هو من حالها هي حرب بين حرب الفعول. لا دقت للهيجة طبول. نسيت الباقي الزبدة والله. الله عليك زود طال عمرك. حربت الدول.
الكافيني ايش اسمه الله يرحمه والله يا ابو فيصل اني احبك وغليك واحب راشد بس صدق صدق ترى اني بغيت ادب على راشد بس اتذكرت انك جنبه ترى في الحميه الزايد ابو حيك تعال اجلس اجلس يعني انت الحين اذا ذبت علي انا بنتهي لا لستحي من الرجال اصف اشف يا اخوي تنتهي لا ما بتنتهي فاروح رياضيه سلم واستلم لا 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 سلم واستلم والله تعجبني ما كذاك من الصغير يسموني الدقاق ادقق في الكلام لا اذا الحين ذبيت عليه يعني مش سهل وجهك استهل وجهك قدامك نار وجنبك حرب واحد من الحروب واحد قد شوف ها شوف شاش راسه ما وقف الا عند النار تدري انا من اي حرب؟ من حرب الخليج حلوه حلوه والله حلوه يمكن نضمك معنا لو ابو فوزان الله يرجع لنا بالسلامه بسم الله الرحمن الرحيم كيف هجوسك يا ابو ذيب؟ هجوسي شغل لا لا حركة تبغينا من تالي أمورك كويسة على طول عجوزك صار معرفة صار يمشي مع الكاز عجوزك الحين يمكن يجي مع ورا ملح بزيارة حلوة لا 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 يا الله شوف شوف ايش سوالك عمر شوف ايش اللي سواله ايش والله انت حركات قليله تحيا شكلك شكلك قليل ادب يا اخوي والله حلو ترى الدب بس ما فهموها والله فهمنا والله لان اول ما جاء تجرح الناس تجرح لا 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 والله ما تجرح انا اقصد هذا فارس المره صاير اعمالي حساس بزياده صلى على النبي لحظه يا جماعه الخير هذا فاهم الحطب غلط راح يفضفض راح يفضفض البن دفنا راح يفضل البن دفنا قال له لا هذا بزيد فرصتك ذا الزفت في واستاذ سعيد موجود الله يحرق رجلي بغيت اذبحه والله بغيت اذبحه بالله قال لهم انا في امان الله جالس ولا اشوف الا الشاهي كله جاي على رجلي طب اجلس يا الله يا الربع انا هذا شوف يغرني يا ترمى الزمزميه ذي الكبيره حاط الكوب على الارض وازن وزنيه تقريبيا لا ضغط بيصب في الكوب يغرني والله شط الكوب حط لي كل شفتك تضحك كذا مسوي استاذ سعيد يتكلم والله على طاري اي رجلي تروشت في الشاهي بس خليني اكمل سالفه الذهلي اول ما يفضفض من دفنه يا اخي ايش فيه ايش اقول لك يا دله اغلى شيء شو التفاصيل الذهلي قال البن دفنه ايش فيه يا اخي كذا يذبون ذبات كثيره يمزحون واجد بس والله خلصت السالفه ما شاء الله مشاركه جميله جميل. مشاركه جميله لا 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 تبصد صفها صفها دم اخوانها السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ابو رشد ابو رشد بالصدق والله يوم كنت اشوفك في الجروب كنت اقول الرجال ذا عرفت اللي رجال سم سم بالله سم بالله اي بقول شفت بقول شفت قدرت ما شلتها انه بدون نظارات ولبس نظارات فهمت وانه تالي كان بدون نظارات اي صوره له في الواتساب المهم بدون نظارات احيانا اصور بدون نظارات ايش احيانا اصور بدون نظارات شكل منصدم وتخيلت قزم مره فهمت وشكله غريب كذا تخيلتك تخيل غريب والله انصدمت وانا مشيت في استقبال حق الفندق طالع ما بعد قابلت الرجال قام يسلم علي يمسك خدودي كذا اقول له يو دينو يعني عشان ما في براءة انا مزعل علي اسمع اول ما شفناك كذا براءة اسمع يا محمد ذهلي انا اتكلم والصورة كانت جدا لطيفة شقية يعني لو كنت اتكلم ولا لا اسلم اذا انا غلقت كلامي تقاطعني فهمت شكلي حسب الاحوال السعوديه والنظاره يوم كانت بدون نظاره كنت احلى اي المهم ويرجع اطالع لمسك سوزوكي يا جيم كيد الا لك ما اعرف السياره انا قلت بطقطق شفت هذا مو في جروب كذا قلت خلاص طقطق زعل لا والله ما زعل مو زعل بس شفت يعني شفت طريقه رده حلو دوم انا اقصد انه خلاص 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 اصبر انا مشي لمحمد الذهلي يبرك معنا يبرك معنا محمد الذهلي تقول جاي على كفالتنا تقدر ترى انت ايش تقول للحرب عندكم شيلوا ليس محمد تخبره لا انا قلت لكم ناس يعيشون بالعمان لا يا من قاعد مسكين قاعد تتكلمون كيف تقولون كيف تشوف يا محمد الذهلي كيف سوينا فيك اول يوم كنت في الجيب انا وياك وصالح ومحمد برش تعرف ورا فيها ابو هنا ومن
من كان حساب حساب انا قدام قدام انت قدام انا صالح انت معزز انا والعماني وسالم الخنفري وسعد احمد شراري سعد ورا سعد ورا هو بسام واحمد شراري بس ايش كنا نقول لك امام الدوسري اتوقع احمد شراري حد منهم بعد اي انا اتذكر ايش كنا نقول لك ايش كنا نقول لك يسالونه وين عندكم بترول يسالني انتم عندكم شراري لما تخاطبوا يعني تخاطب امك او اختك تقول لي شين ايوه شين ولا سين ولا جيم ولا ما ادري ايش يسالني والله انك اول مخلوق في موزمبيق شوف الاسئله شوف الاسئله كمل شوف الاسئله في شاطح مره افتح جروحك يا اخر شيء قام يسوي كذا يا جماعه هذا حقيقي من هو فارس يسوي لي كذا هذا حقيقي انا اول مره اشوف عماني هو صادق مخلوق شيء بالعمان اول مره اشوفه انا بعد اي كان ولا كنت اشوف يعني لا شباب بقول لك تدري ليش اكثر ما نواجه اهل الخليج بشكل عام خصوصا عمان وين في مكه ايه المدينه يعني يمكن تقول الطائف لا بعد يجون الجنوب ترى كثير في الجنوب بشكل عام بس اقول لك انا بكثافه في مكه والمدينه وفي الطائف اذا اخذوا عمره يجون للطائف في الشفا خاصه ولا في فهناك شوف في الرياض ما حد يجي الرياض شو من الرياض ما حد يجي الرياض اللي يجون على كيف لا علمك انا اي هو يسافر معهم دائما مسوي الدليل ترى بهفك انا في الرياض انا ساكن في الرياض تمساح سكروا باب العمارة ما شاء الله مع السلامة تمساح مبادر لا بلا هضحك بقى ادخل يا ولد وش تمساح طيب اسمع المشكلة انت من الرياض وهو من الرياض تعال بسألك صدق يروحون الدمام ولا لا ما له داعي طلع اسلم ما شاء الله انت تحط على طول توقف الوش يا ما شاء الله يا ما قلت شيء لا والله بعلك سالفه خلي عمان عزله عزله نقطه على ابراهيم خلي خلص سالفته لا باقي مسوي دليل بس يجيب بس بندر اهل عمان اخذت بالجواز يدق على سعد بلا وين روح الغالي صدق هدي يا قارم الصلاله ايش فيك شلونك مختمهم يا مرحب مر بالله صدق ضحكتك هذه ضحكتك هذه والله العظيم ها ابغينا ضحكتك هذه ضحكتك بالله شيء ضحكتك الطقطقه هذه الطقطقه ولا الطقطقه الطقطقه هذه اذا ضحكتك هذه الطقطقه فانا اقول انت ما قلت ثلاث ماركات منك اسحبهن خلاص تسحبهن من السوق ولا من هنا اسحبهن والله انها حلوه الفخامه بدات تتنازل اقول لك عاد جيران نعمانيين هو بدا خليت لك الفخامه والله انت تقول الرياض يعني ما في ما اشوف فيها كلها هو انت خلاص فيها جيران نعمانيين وهذا وين هذا وين جاي هذا وين جاي هذا وين جاي يا نجم اسمع والله العظيم يعني يلف في السالفه لف ياخذها لف انا اقول هنا نشوفهم بندره ليه اكثر ما يجوا اللي يجي السعوديه يروحون ياخذون عمره يروحون المدينه يروحون الجنوب ليه لان الكعبه في الرياض والله انا ادري نخلتها اصبر دقيقه اصبر دقيقه يلا يا اخي بالله هذا مش تقول اصبر شو هنا انت هنا وين اروح عشان تشتب وين اروح انت تجي بعيني طال عمرك تجي بقلبي خلاص افرش لك قلبي تسكره ترى سعد يميني عيال نظامك فارس فارس تعرف ايش قلبي تعرف تعال تعال ما اقول احد يرتكي ظهرها توك ساحب الماركات من الله ولا رجعها تعال زيد عليه اليوم وانا اقول كلام ذوق اسمع لك تعال يلا نبي نجمل صوره خوينا يعني طيب احنا بنجمل باذن الله نجمل الوجع تعال منيف انت تظهر في الفيديو ما يكون جميل تعال قول لي قلبي تجلس فيه يلا اكتب قلبك اجلس فيه ايه اجلس في قلبك ايه في البطين الايمن ولا اليسر الراي يجي لي رجال مجلس قلوبها اسكت بس في البطين الايمن ولا اليسر مسك معهياط والله يا مسك معهياط الف انا ود فاهمين برنامج انه حرب من يوم حزامي محزمي مطلق وسديد مطلق وسديد يوم قلتها طلعت فيه يا اخي تحس جلساتنا مطلق يا ولد ولا كان يجلس كل يوم مع بعض خلاص شوف يا ذنب ما يرجعها انا اشهد الاداره تجيب صقور ها ليش تجيب صقور؟ صقور السعد اجيب صقور احنا فيه ابو رشدي ارجوك لا في صقور السعد الطيور على اشكالها تقع ولا ما لها دخل والله احنا بنقول حكمه في الوضوء شباب ما حد يتكي ها؟ لا يتكي لا تتكي هذا خلنا دقات السعد لا بالعلف
عاد اقدر اقول شيء دام العالم هناك. قول كل شيء طال عمرك العالم هناك. يا ابني قاعد اتكلم للعيال بعلمهم عاد عندكم سالفه. لا 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 ما في شيء. بعدين علمك حنا عرفت بعدين بعدين سالفه حلوه. لا لا خلها شوي. زي سالفه الهمه يا فارس. يلا هذا من هموج انا. يا هلا ترى ضيف ضيف ارحم يا الرحمن يا هلا. يوم الدلال تبهر موت حمر قحطاني تحمسها ويا متزلها من اخر القصيده. وين محمد المسعود قاعد؟ بيقعد هنا يقول بيقعد هنا. لا 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 هناك سعد هنا. انت ورا بطل سعد يمينه. ايش؟ سعد هنا. يا عيال والله العظيم انا بروح اجلس هناك. تعال جعل ما يجلس غيرك امش. والله صدق يا اخي بدت الساعة على التنبيه. دقت الساعة على التنبيه. يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 وكيف جسماتك لأنها يا أخي والله عيب عليك والله رحت رجعت وسويت لك كيكة أقسم بالله طلعت الدقلاب كل شوف ورجيت ما تسوي لك تلاحظ أنك سمت أمنا على طلعتك ورجعتك ليش أنت تحبك يعطونك سنكرس يقول لك يلا يعطوك خصص أيوه مصر يا خير يا ما شوف يا راعي العيد سن كرس سن انكسر لا سويت خص ماله سنه مكسوره اي برسل عقل برسل عقل ها ها شوف بسم الله عليك رحت بسم الله على التنبيه دقات الساعه على التنبيه يا مساعد الهم الهماه يا مساعد اتحداك تجلغفها بيدك اتحداك كذا تسوي بيدك اتحداك انا ما امشاك اتحداك ما تقدر اصلا اتحداك ما تقدر اسمع انت عشان تقول ساعه عباده ضرب يلا الزهران الله يحفظ والديك ما حطوا ما هذه صورته هذه صورته اتحداك تسويها ساعد اتحداك تسويها قول طيب قول طيب ينجلط مع اخوينا ما ينجلط خوينا يجلطك وينجلط كرديال بعد وين كان الله لا يضيق علينا وين الله لا يضيق علينا يا بداية يا بداية لا 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 هو صدر المجلس يا اخي الله لا يغفر هذا صدر المدرس هذاك الصدر لا 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 يا لا لا انت جاي من عمان عشان زحمنا لا لا يا لا 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 والله جاي من عمان زحمنا دششيت ديرتنا دششيت جديد انا قصدك المال ها سجلته خلاص لا لا ما قلت هذه الاشكال انت كسر الدنيا بس انها مديتك على قد الحافك زي ما قال صاحبي والله العظيم والد والخواجي والله برجع عمان ليش لا خلاص انا برجع معي وحيات نجوميه ما صرت نجم باقي ها هم كحله يا سيدي ارسلها من هنا الى من القريه الى جازان والله والله انا والله عشان سجلت عشان والله ما نصو لا صوت ولا ديودك بس عشان عادي معنا ان شاء الله عشان عبي خواجي ابوال والله دشن ابدشن اسمع لا ضروري سجل شله باذن الله سجل والله باذن الله ضروري انا يعجبني التفاؤل لا تسلم بالطرف يا ناس يا استانس انا والله اللي بدا الحين بدش لين والله العظيم تبين ندشن شيء يعني ندشن شيء باقي وتطلع ندشن شيء انا الراعي لها ادشن شيء لين ياك والله بدش ها ليش الشيء خلاص كلماتي واداك لا 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 بس اسمع اسمع كلماتي انا واداك انت طب علي انا والله راح راس الحين ذا شعار ضبط هات التفتالث يا حمد خلاص يا اخوي تراك ما عرفناك دشن شيله دشن شيله الاسبوع الجاي لكن بعلمك حاجه قول ان شاء الله قول ان شاء الله بالله ما في قهر انه انا اطلع انا ودي ادش العمل عبدايه اطلع اي والله راشد راشد بالله مو قهر يا عيال اني اطلع براي واطلع من القريه ولا جاتني كيكه ابشر والله بقول شيء قلت شيء تكفى يا عمي يقول لك مرد لا خليهم يحط فيها الصوره هذه شوف الا فيها تبي بكره يا اخي اي والله تبي بكره اني رجعت بالسلامه تبي كبر هذه اي خلاص بكره تم ابشر بس سعد يا ابو احمد بكره تكفون يا الربع كيكات مو كيكه واحده اقسم بالله يا جماعه الحطب خلص ولا شيء بكره بكره كله ينزل لك بكره بس ابغى لوتس فوق وكذا حركات ابشر والله ولد الرجال رجع ما جبت له ساعه والله شباب ترى جلستنا لا يا قلبي يا كارديا لا لا امزح معك والله والله امزح امزح لا والله لا والله لا 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 اعطاني قلم والله طلق علي في القلم لا يا رجال بس يضيق ساعتي وين ماخذها؟ انت بس ليه تحطونها على وجهي كذا عشان تسد وجهي بس؟ ها؟
يا اخوي ترى 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 قفلوا محلكم يا ابوي. ابو احمد وتنزل معها شيله صوتي مسكين بس ترجوعك. عندي شيله ذا الحين ما نشنها يا رجال. ما في رده فعل. انا عندي شيله. دقيقه دقيقه اصبر 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 اصبر. خليك خليك خليك. عندي شيله سوالي قاعد اشيل. خالد 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 تدري ليش؟ ليش؟ خالد خالد خل خل مسك مسك والله الا حلو. بس هم نفسين هم نفسين هم هم نفسين. لا لا بندر بندر لا لا خلت كذا يا جماعة خلوها زي ما هي يا جماعة. عشان الكاميرا من هناك بتجيب شكلها غلط. يا اخوي توضح يا اخوي وش اللي على اساس صوت شكلها غلط. كلام صالح صحيح. كلام صالح صحيح. لا وبعدين الفيديو هذيك قول حركة قول حركة اقول لك قول اجابة لك والله عن مسؤوليتي انها تشيله. يا جماعة انا الحين عجزت اتاقلم. بندر بندر والله بندر قول لا اله الا الله تخربون بندر. ولما تصورنا هذيك ولما تصورنا هذيك الفناجيل لا تخربون عمل الرجال. رجع الفناجيل شيلها الكاميرا هذيك وتاخذ الفناجيل شكلها غلط. فناجيا غلط. اعطني 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 هذه. اوه صح على حسب الكاميرا فنيا غلط. فشلتونك قدام الناس والمتابعين 70 مليار يتابعون. ابو رش حطها تحت 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 خضع على الاخضر البارح على الاخضر مره واحده. ما تشوفش تعلمت لك البارح حلو. ها وبقول هذا الحين سماجه مره تسوي لما تاجلها وقت تشيل الجاي. لا السكينه شلون قصبها خلها رجعت فوق فوق بس الحين انا عندي شيله بشيلها بس تدري ليش ما شلتها؟ ليش؟ وزنها ثقيل. خلت تعمل دايت. ترى جمهورك يحبك على كذا. استمر استمر على الترم اللي انت فيه. الرتم الرتم. انا محمد المسعود وسعد. والله سامج انا قلت لكم سامج وغريبه اضحك. لا امورك انت ما تدري هذول هم نفسيات. اما اللي والله انك تبسط هي حلو بس انت بنفسك. مني في جنبك عادي. انا لو نبي حلو كان خلاصك. ما تقول ثقيل انت. قلت خلاص تسوي دايت. مبدع استمر استمر على اعمالك الخيريه. فارس فارس هي حلوه. مني قال لا تشيل عيني. عيني يلا بنجيك احنا ان شاء الله. ايه هس اليوم بد عطنا ابي حدوني. تبي حدوني؟ نشهد انه مبطن على مبطن على مره مره مره. اي نشهد. ايش روح بس سعد تبشر بالجنه. ايه علي تسلم تسلم تقول صوتي راح فيها. سلام. شلا انا هالعاشي ذبت في عالية
اول شيء الله يبارك فيكم الله يبارك فيكم الله يبارك فيكم يا اخوي من زمان من زمان منتظرين ذا الشيء اقول حاجه طبعا يا اخوان يا اخوان صلى على النبي دش الشيء هذا الف مبروك وتستاهل الطيب الله يبارك فيك على هاشتاق محمد ال مسعود حدوني الجميع يدعم وان شاء الله انها توصل المليون مشاهده تستاهل وتوصل المليون باذن الله مبروك والله العظيم عمل جميل وراعيه اجمل والشاعر جميل وكله على بعضه جمال وان شاء الله اني اذا انشدته بوصلها مليون باذن الله اول شيء قسم بالله انك ابدعت ومن دخلت من والله اذا صوتك حلو صوتك دخل قلوب بيض الله وجهك اول شيء احب اشكر الراعي الرسمي كارديال على هذا العمل يستاهل واقول لهم الله يعطيهم العافيه وكارديال ما شاء الله ما زالت التخفيضات من 30% إلى 50% على جميع الساعات ومباركم على افتتاح فرعهم الجديد رقم 131 في الأفلاج جنب بندة جنب بندة أو في بندة ونقص الكيكة وإن شاء الله العمل يصل مليون بحول الله دقيقة بندر 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 قبل ما نقص واحدة 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 عطونا الشلة مرة ثانية يلا شلة ثانية اصبر 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 خلني بس تعال 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 نص داعش والله خربان الكيك اخو عشان اخو الكاميرا الكاميرا لا 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 اصبر 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 يلا اصبر اصبر اضبطها شو القصد يلا هذا هذا بين يلا خلنا نجيب يلا عيال هذا اصبر يا عيال خلاص سم الرحمن سم بالله سم بالله سم بالله ما شاء الله ما شاء الله I'm not afraid.
عيال عيال صالح حط وجهه الكيك. لا 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 فازا ردي عيال ترى طعم الكيك خطير والله والله مشرفنا والله بغيت اعطيك واحده شباب مبارك لنا هذا التدشين مبارك لنا كلنا اخر حاجه اخر حاجه اخر حاجه لا اله الا الله تعال اليوم شفت واحد يسوي الدحه دقيقه دقيقه نمر الخليل المجاي اصبر يا زلمه يصبر انا مراكب الخبر وانا بغيهوك ابي ما قدام الصندوق ولا على السله ابشر بالمليونيه اسرد اسرد ابشر بالمليونيه دام اني اشتها الفخم ياكل كيكه بيده ترى ما هي بقيمات القيمات اللي يطول بعمرك هدي اخوي خليت الفخامه لك طال كفو كفو اكسر حاجه الفخامه كفو الله يبارك فيك طول عمرك يا عيال يا عيال تعطوني خمس دقائق بس وش نسوي خليكم كلكم خمس خمس كثير وقتي وقتي من ذا تعطوني خمس دقائق يعطيك فارس استمر على كذا ايوه خمس دقائق بس ابغى اسوي حاجه يلا خلاص دام انك دشنت شيله نسوي حاجه يلا خمس دقائق بس اوكي شوف المكان هذا بجيب التلفزيون عندي فكرة حلوة لما تسويها خلاص لا لا مو هذا مو هذا هاي لا لا خليك خليك يا اخي والله بالي حالة تلفزيون شيء شيء تلفزيون تلفزيون يا اخي خليك خليك تلفزيون بروح نجيب الصحون بروح نجيب الصحون عادي خلي 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 بجيب الصحون بجيب الصحون حبيبي حبيبي يا فارس 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 ما عليه تعال يجون يجلسون الله يوريكم يا اخي لازم نجمعهم يلا 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 يجون يا اخوي يجون يجون روح ما لا ما لي راح خلاص بطلت كنسلت اقول يلا يلا امسك اصبر ما كذاك لك سبب بس اصبر ادد علي ادد بس ادد لا تعال 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 كذا كذا عطني ظهرك عطني ظهرك يلا طالع فيه لا لا عكس 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 ابو غنى وخر يا مساعد وخر يا خلاص اي اي ارجع 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 ما نخلص عصب ها ليه يا صابة والفنجان يا ولد والله انك صادق في الموضوع اللي قلت له اسف 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 والله انك صادق في الموضوع اللي قلت له توني اركز فيه اي جت قوية اي اللي هو جه ولد متى تدشن شلتك يا جماعة خلوني ارمي محمد المشعود دقيقة 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 شامية شامية في العلا شيلة مبدعة صح يا اخي والله حلوة بس انت منفس والله اني حلوة مبدع استمر على كذا صغير يسموني السماك يسموني حبلي كذا انا يوم طلعت الجمهور يوصيني عليك يقول احسن واحد عليه ذبات قوية ولا الناس مقامات اجل ها ابو يا ابو غنى يقول ترى منك اسمع هذا قال هذه والله ان شاء الشيله الساميه في العلا قال احمد عماني في العلا ولا في الشرقيه هذا ما ضحك قال والله انه حلو بس انت منفس وش الشمجه هذه اللي قلتها؟ لا لا هذه صورة كل ديار اوه جاء التلفزيون باقي نص ساعه يلا واحد يلا انا بكلمه طيب انا عندي قصيده طيب انا عندي شيله يا جماعه شيله صالح انا عندي عبايه صالح 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 وش قال هو؟ عندي عباية قلت له أنا عندي شيلة قال أنا عندي عباية والله عرب لكم نعلتي الربع نعلتي أعزائي المشاهدين والمشاهدات يخلع اليدين لا 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 تكسري لا تكسري تكفي يرحم والديك لا تكسر طلبتك لا تكسري عليته سعد طلبتك لا تكسري طلبتك لا تكسري طيب هذا عشان ابو كبير طلبتك لا تكسري اصبر ها؟ ايش رايك فيها؟ عبد الرحمن
محمد خلصت قضيت؟ طيب طيب انا ممكن ابدا بالهذي حقتي اذا بحط الصوت وش هو؟ اليوم الاحد هذا اليوم الوطني قبلي طيب لي 30 ايام انا والعداد والرتب وكل شيء طيب ها تعال تاجز تعال يطالبك انا اللي طالبك بسرعه ليه تعال تعال والله العظيم حد يزعل مني اذا ما حضرت بس هادوني على يلا يا سعد بروح سرعه انا لي بروح هناك مشوار ها مشوار مشوار وشو تعالوا سريع سريع ايش ها روح 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 وتشيل راسك ذي تمام ها ها وش وش لا احد طب غط غط أمانة غط روح الجهة الثانية غط غط لا روح الجهة الثانية بسرعة اركض روح الجهة الثانية روح الجهة الثانية اخلص لا تلمس السيارة يا ولد روح الجهة الثانية لا تلمسها لا تلمسها هذه السيارة طال عمرك جاية هدي لك روح روح في رجال ينتظر واحد منا ها تعال ابغنا تعال كلكم كلكم هنا يا الربع احسن ابغى افتح الباب دقيقه دقيقه ابغى افتح لا 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 اي باب تعال افتح الباب اركب اركب خلي 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 اركب افتح افتح الباب ارحبي بالله عليك ما شاء الله تبارك الرحمن بسم الله عليك ما شاء الله سمسم هلا 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 لا عوافي عوافي يا قلبي ارحب يا غنى بسم الله عليها بسم الله بسم الله عليها بسم الله ايش ما شاء الله تبارك بسم الله ايش بسم الله ايش بسم الله سمع عليه سمع عليه سعد 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 روح روح لين تهدى روح روح على جنب روح على جنب لين تهدى سعد روح على جنب خلها تهدى روح بسم الله سمع عليه سمع عليه بابا 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 انا خير سعد سعد جيبها في الهنجر عن البرد سعد سعد روح روح الهنجر عن البرد عن البرد عن البرد خلها تروح انا رفيق انا رفيق سعد
سمحت يا سعد خل البنت تغطى. احنا مخاطبينها خل البنت تغطى تطلع عند الرجال كذا على كيفك. ما شاء الله. جايك هديه بسلم على غنى. السلام عليكم. معليش السياره هذه اغلى من مساعد. بسم الله عليك ما شاء الله تبارك الله. بسم الله عليك. ما شاء الله. غنى غنى غنى. بابا بلا بلا بابا 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 غني 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 بابا 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 طال عمرك ما شاء الله ما شاء الله خلو 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 بابا خلو خلو بابا غنوا بابا بابا يا غنوا أبوي حبيبتي بابا يا بابا يا زين بابا الله يبارك فيك. ها شوي شوي بديها شوي بديها شوي يا بابا 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 حدوني شفت حدوني ابو فيصل انت بابا بندور خلوه تهدى غنوا هي ساعه بص ساعه عليها ليه ايش تبغي انا اول ما جاء الموتر شديت اول شيء قرات حصه اول ما قرات حصه هلا قلت هذا الفوزان لوحه امه فهمت قلت يعني فهمت في يوم طلعت مع الدريشه شفتها ترى تفتح الباب فهمت بعدوا عنها بعد والله اني مسكت راسي مسكت راسي لا شعري وانا تعال اعطني انا يوم صير يسمولي الطفولي لبس والله ما يسمولي الطفولي لا طفولي ولا يسمولي الرواعي بنا اجلس خلنا ندخل بعد وسخ بعد وسخ تعال يا قلبي ما شاء الله غنى ما شاء الله مح لا والله البنت اللي دخلتها خلاص سحب اروح ادخلها افاجئ نفسي يعني تكفيها زين لا لا مين جايبه ها بابا 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 بس انا بقول لك انا بقول لك من زمان ما شافت احد ثواني 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 يا جماعه الخير انا بفعل لي طريقه بسم الله تناسب الاطفال وان شاء الله بتهدي اذا ما نجحت عاد اعذرني زين سمح لي ولا سمح لي قبل في بيت قصيد متعلق هنا زين اسمح لي ولا بالطريقه بابا بابا يلا يلا خلا دقيقه يلا دقيقه تكفون اسمعوا الطريقه يا حبيبتي يا قلبي بس ها شوف بتجي شوف شفت الطريقه كيف يا زينت بابا رجع 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 يا حبيبي يا هلا رجع ما نجحت الطريقة بنت اليوم ما نجحت الطريقة بابا نبه والله أنا جبت قمة الرومانسية في هالطريقة خليها لك انا طال عمرك دقيقه الربع دقيقه الربع قاعد اتكلم قاعد اتكلم انت ترتاح بالصوت العالي اللي ابو غنى انا موعدك اني اجيب لك بنتك هنا تمام واكثر من مره اجي اكلم الاعداد فجاه اوصل من داخله بدون علم مني العذر والسعه انت اللي جبتها كنت معطي والله كلمه كنت معطي كلمه ومعطي جمهورك كلمه والله انا لكن انسحب علي وما دريت عن جيه غنى فالعذر والسموحه انت اللي جايبها طال عمرك احنا نعتبرك انت جايبها وخشمك والله العظيم غبنا اقسم بالله جيب بنتي يا الهال بسم الله ما شاء الله صدق ما تبي ابوها عطنا عطنا بس هديه بسرعه اعطيه هديه هديه اطفال عادي جيب كبيره ونسقرها خليها دقيقه خلي 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 بدنا دقيقه دلع عندكم يلا 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 ثلاثتنا اقرب 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 تنزلها بالانستغرام هذه ما تنزل ذيك سكتت يا مخدع فارس خلاص اسكتت اسكتت ما تبيك ما تبيك لانك ما تطلع البث واجد هو يطلع البث هذا حفظت شكله ما تبيكم ما تبيكم شو ما تبيك خليها بالله خليها خلي دوامها بكت ما جاتك ما جاتك ما رفعت يدك شوف بكت شوف تبكي 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 والله والله تبكي المزعج تبكي تبكي خلوه خلاص تعود بس ما تبكي
اذا بكت هاتها الحين وجهك مشروع رعب يا اخي هاتها قوفها وائل يرحم امك يرحم امك وجهك يمشي البطن اكثر من زيت الخروع انت ما تخاف هات دقيقه 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 هات 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 هذه بنتي هذه بنتي ساعه صالح الياس شوف خلاص 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 كسر الصوان هذا دليل انه ابو غنى ما يطلع البث واجد يطلع فارس هذا حفظت شكل فارس تدري اني ساعد احبك حبيبي غنوا هدوء هدوء والله ما تدري هدوء هدوء يا صاحبي ترى ما تعرف عربي يا ولد يا اخي اسكت انت وجهك عربي راشد في ملامح ما تبين شو ما تبين خلاص تعال خلاص خلاص والله وجهك يخوف يا جيل لا والله نزل تعال 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 والله فارس لفها كذا تعال وياه تعال كذا تبكي تبكي تعال تعال جاك جرب جرب خلاص خلاص تبي فارس خلاص تعال عبد الرحمن فارس عز 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 طيب والعشرة عماني خالد تعال ورباك وش تبي تسوي من يبيه خلاص ما سكتت الا منع لا سعد اصبر اصبر والله خلاص 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 تبكي تبكي خلاص يا حبر لا تطفخ يلا لا تطفخ بس بس خلنا نوي انا وياه انا وياه خليك انت خلاص بس بالبوه انت السبيعي لف ارجع تبكي والله ارجع يا ولد فارس ناظر هنا صالح يقول بنت السبيعي لازم ادح لجلت يا سلام لجلت سادح وببدع بنظم قافي والله والله يا هلا لا يا حلا في يا ولد لا يا حلا في يا ولد والله والله يا هلا لا يا حلا في يا ولد لا يا حليفي يا ولد هلا هلا به يا هلا لا يا حليفي يا ولد لا يا حليفي يا ولد هلا هلا بك يا هلا لا يا حليفي يا ولد لا يا حليفي يا ولد هلا هلا به يا هلا لا يا حليفي يا ولد لا يا حليفي يا ولد هلا هلا بك يا هلا لا يا حليفي يا ولد لا يا حليفي يا ولد كفى يا دموعك يا بنية حنا فرحنا بهالجية حنا فرحنا بهالجية هلا هلا بك يا هلا لا يا حليفي يا ولد لا يا حليفي يا ولد كفى يا دموعك يا بنية حنا فرحنا بهالجية حنا فرحنا بهالجية هلا هلا بك يا هلا لا يا حليفي يا ولد يا حليفي يا ولد وابو تعالي من غالي قدره رفيع وعالي قدره رفيع وعالي هلا هلا بك يا هلا يا حليفي يا ولد اسمع سعد يا حليفي يا ولد هو ابو تغالي من غالي قدره رفيع وعالي قدره رفيع وعالي هلا هلا بك يا هلا يا حليفي يا ولد يا حليفي يا ولد هلا هلا به يا هلا لا يا حليفي يا ولد لا يا حليفي يا ولد
لا والله لا والله الله يرحم والديك. وجود البنت المأمورة وجود البنت الأمورة. ايه ليش توقف الدحة وانا عندي بيت؟ جيب لها الساعات والله انا بس بس الساعه انا اقول انا ابشر ابشر يلا الله يستر عليك يا احبت يا زينت يا شراب الدنيا ما فيها سالفك انه دقيقه ابو غنى امسك الساعه يا غنى انه ابو غنى اصبر اصبر ما شوف عليك هذا استهم بابا ترى يقول هدية مني شخصيا ما قصر تستاهلون والله عافت ابوها عافت النوم يا ودي انا انقرمه خلوه عند ابوها يا عيال مو شايف الطفله والله بابا يا بابا 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 والله معبور معبور بنتك اول مره اشوفك زي كذا الله يعز هاتني الساعه والجوال جوالك صور صور ادخل ها هنا صور صور ادخل هنا الله تكمل سنه حتى منك تروح معي لا من أبغى تجيب دحى أخذ العنق لا لا بصور معه صور معه توتر هدية رجال بيصور معه هدية ما شاء الله أصغر زبون يا زلام كريم من يوم يومك كريم طيب 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 لا بابا بابا ابدع اسمع 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 ناظري ناظري أقول يا شاطر أقول أقول خل أبوها يا جماعة يا جماعة يا سلام أفضل لقطة يلا شوي شوي خربوها يا جماعة أغو يا شاطرة يا حلوة هنا 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 دقيقة دقيقة حلوة أغو يا شاطرة يا شاطرة يا جميلة يا زينة والله انت وبوت وخر عبد المجيد تقول دخلت يلا اسمع عبد المجيد لا اي هنا ناظر تصبر يا جماعه بس هنا هنا غنى 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 غنوا 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 يا وفاء يا سلام سم يا سلام عزيز عزيز خذ اصبر اصبر اذا جت معي باخذها اصبر اصبر عبد العزيز جولد ابو غنى ابو غنى يا قلبي اصبر اصبر خليها معك شوي بروح اجلس معها بروح اجلس معها شوي لا روح الحين شوي بدي بالك بس بنروح تعال خله خله جولد جيبها ابغى اشيل هالبنت غني 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 يا سلام خذ الملابس اللي تبغاها يا ابو غنى خذها طقم واحد بس من اللي على ذوقك انت نزله سوقيه تبغى انا اختار اي خل خذ خذ الذوي انا يصير يسموني الذوي بروح اجلس الذواك يسموني الذوي طال عمرك عطنا بنطلون عبود عطنا هذا البنطلون مع هذه الفانيله يلا دقيقه خليني اشيلها لك بالله اتحداك انهم يعجبوا بها على عمرها هي تعال تعال ابو غنى هذا مقاس هذا هو تصور بالتليفون تصور بالتليفون لحظة شوف ما هذا الأول هذا الثاني أتوقع يناسب شوف شوف لحظة شوف أي هذا شوف بس ما هو صغير عليها البدلة ترى أنا حلو هذا بنطلون صغير بنطلون كبير لا بالعكس هذه البدلة ممتازة البدلة ممتازة البنطلون وهذا جاكيت لا هذا الجا هذا اشبه بولادي بروح اجلس في الهنجر اذا في شيء ثاني بيض الله وجيهكم يعطيكم العافيه جويز ما قصرتوا غنى غنى جميل جميل الله يخليها له يا رب لحظه خليني بالله يا رب اي والله استاهل عبد الله انا ضمن الجوال بابا بابا ساعة
ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله سبحان الله بسم الله عليك الله يبقيك خلاص الحين وصلت تيجي من اليوم ليه؟ إذا كان فيها جوز كان ترى مات يقوم في اسلم آمين. يعطيك العافية بيض الله يجيكم شيخ العسل يعطيكم ألف عافية. شوف من بر الشباب ذولي بنروح ل شو اسمه الهنقر. وعلم العطر الزين هذه غنى غنى وابو غنى واللي معاهم كمان جايين حبيبي ناصر حبيبي السلام عليكم انا ما تبش لانه ما لا لا ما لا لا ما ابش راح اديها اخر عطر نزل عند الدخيل هو هذاك اللي تجيبه لنا كراون الاسود ما شاء الله بيض الله وجهك بيض الله وجهك يعطيكم الف عافيه طيبكم سابق تخيل دشنتوا الشيلة و قلبس عيون ناسا قلبس اسنين لبيه جيتهم 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 يلا بابا 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 لا لا وش موقعكم من الاعراب انا قوم ترى ما نطلع غيرهم ذيل احنا اول شيء اول شيء لا هو يقول تصور انا بنا. اول شيء عز شوي شوي عز بس شوي شوي عشان هديه مالهم الحين روح روح تعال تعال روح تعال تعال روح تعال لانه ان شاء الله ما تودي يلا عز عز وقف مغطى على برش كامل ما نقول والله شوي كذا يلا ها لازم ما تستاهل انا ما انا بس انا اعطني اياه بجلس معها شوي بجلس معها شوي بابا بابا يا بنت بابا ترى هي الحين ما استوعبت شيء تعال شوي تعال تعال انا ابغى اشيلها يا بلج بجلس بجلس هنقر بجلس هنقر غني غني يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا ماجور اهلا وسهلا حيا غالي الله يحييك عاش شافك عاش ايام شلونك صحتك طيب ما شاء الله طيب والله السما شلونكم كيف حالك كيف الحال شلونك صحتك طيب طيب عطنا صحيح ورده يستاهل يستاهل كلمونا هم هذه من غنى ما شاء الله ما شاء الله تبارك اوه سمي لقب بعد ما احتاج لقب الفيلسوف تستاهل والله لنا الفخر البقاء الفخر الله يسعدكم الله يسلمك السلام عليكم الساعه المباركه والله ابو غنى وينه؟ مرحبا اي والله الاعلى الفيلسوف مرمين انا اهبك عساك طيب ترى مبسوط ومغبون بنفس الوقت انا اريد اشوفك مبسوط عزيزين يلا حي شلونك راسك طيب الله يحييك مرحبا وسهلا طيب طيب الله يحييك شلونك شلونك يسلم الله يحييك سلام عليك وهذه الله يسلمك سلمك تقول عندي بقريه تستاهل تستاهل علومكم الله يسلم كيف حالك الله يحييك طيب الله يجمل حالك عشان يزيد الاشتياق عندك امورك زينه ان شاء الله كيف ايامك امورك زينه ابشر تمام بخير كيف ايامكم يا هلا والله كلكم مزكمين لا تعدونا بس والله مزكمين وتعبانين وحالتنا حاله والله سلامات ان شاء الله سلامات كيف حالك والله جوار طيب. ما تعودنا عليها ما تعودون ان شاء الله والله خلاص قدها منه فينا ها وين وين ايش مسميني والله انه راتب بس والله مو فاضي نعرف شوف انا احساسي انها الملونه كذا حاجه كلها كلها نفس الشيء ما نفرق بينكم انتم كلكم غاليين هذا وهذا هنا 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 الله يستاهل يستاهل الله يستاهل والله يستاهل من ابوها وهو ها يا مرحبا وين ابو غنى؟ جوا جوا بالهنقر مشينا 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 مشينا
يلا حيوا الله يبيك. كيف الحال عبد الله؟ عبد الله طاب حالكم حياكم. عبد الله انت شلونك راشد؟ طيب بخير الله يجمعك. كيف الحال؟ بشرنا عنك. سويت بيتين في ابو غنى وبيتك تشيلها بصوتك انت. وش هي؟ اقول بيتين في ابو غنى يلا بتشيلها ان شاء الله بصوتك. يلا تم الله يسر. انت سلطان بالمفاجات. كيف حالك؟ بس ناصحك شلونك؟ عساك طيب. رجول هلا هلا والله ونعم. وعليك زود. كيف الحال؟ كيف الحال؟ صح طيب. كيف الحال؟ الله يسلمك يعطيك العافيه. كيف الحال؟ خوي الشمال يا جعل تطي حيه الله يرحمه. الله يبقيك الله حيه الله يبقيك. الله يرحمه. كرمت. هلا 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 طيب. اكرم. كيف الحال؟ طيب الذوق الرفيع عزيز وغالي والله. سلطان اخوي ابو سلطان ما يطلع والله. الله يبارك فيك. طيب كيف الحال؟ شلونك؟ الله يسلمك. الله يبقيكم. منور فيكم. عساك طيب. كيف الحال؟ شلونكم طيبين؟ هلا يا خالد الله يحييك. شلونك؟ طيب كيف الحال؟ شلونكم؟ طيب يلا يبقيكم. شو ابو غنى طيب؟ كيف الحال؟ كلم باسمه كلم باسمه. موجود الورده لكن وانا الشباب الباقيين. اعطيك عبد العزيز ولا عبد الرحمن؟ هذه الزين كله طلع من وين؟ النور. هذا حميد. حميد هذه هديه من غنى. شوف انا عندي المقلد. شكرا. اي والله كابتن. وين الباقي؟ وين باقي الشباب؟ يا شباب تقدم. وين الشباب باقي؟ انا عندي ورا الشباب. شوي شوي تستاهل. خلينا نسوق. تستاهل. كفو والله كفو. الرجال ذا عبد العزيز ولا عبد الرحمن؟ عبد العزيز. عبد العزيز موجود ورده هنا طلعها. الله حيهم. الله يبقيكم. الله يبقيكم. الله يعطيكم العافيه. الله يعطيكم العافيه جميعا. الله هنا عشان النور بس. مجملين كل مجمل. الله يجمل. الله يسلمكم. مرحبا هذوني ثاني. ايه هذا وين راحوا؟ ابو محمد مرحبا. ابقى ابقى. هلا هلا ونعم. كيف الحال؟ طيب صحة. طيب ونعم. كيف الحال؟ طيبين شلونكم؟ كيف الحال؟ مرحبا. مرحبا والله يا محمد. الله حي. طيب مرحبا وسهلا يا لمتي. كيف الحال؟ شرفتنا ونورتنا. يلا حي مقدارك. شلونك؟ عساك طيب. عساك طيب. كيف الحال؟ شلون صحتك؟ اكثر من خافي. يلا حي طيب. كيف الحال؟ شلونك؟ صحه طيبين. طيبكم الله. يلا حي. الله يبارك فيكم. بدايه مبروكين حن فيك. الله يسلمك وردنا. مبروك الجميع. وين باقي وردنا؟ باقي مع سعد. مع سعد هذا. وانا تعال طوير اللي تبون. ترى خلانك طاهر. خلانك الهواء خلني بس. جميع طيبين. هذاك منيب وفارس بندر. وين الطيب؟ تبقى هو مرحبا. تفضل. ويش؟ جو العافية. ساهل. هذه هدايا من هنا. حاجة بسيطة رمزية. جكي يو. أنتوا جبتوا لنا أجمل وردة. الله يسلمك. إي والله. مع إني أغارة. غاية بنت الغاية. خطيبتنا وكذا. هذه بنتكم عاد ما تقدر تقول شيء. ما شاء الله تبارك الله. خذت أخوي. خذت أخوي. خذت أخوي. بنت دافنة. دقيقة دقيقة. دقيقة. محمد يا المسعود. هذه. لا 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 لا. هذه محمد. وين محمد؟ جعلك تسرح. الله يبارك فيك. يعني والله بن دفنا. بن دفنا خلاص. لبيك خلاص. مسعي بالخير. مو موجود في الامارات ان شاء الله. يجيب السلامه بن دفنا. حديثه موجوده غير مكتوب له. يستاهل. يستاهل. روق كذا الحين. روق كذا الشب. ايه ترى على الثاني يوم قلت بعد الله يرضى عليك. الشب الشب. زد كتبت له وقلت يا شيخ. لكن الله يوفقنا. شلونك؟ الله يسعدك. والله كيف الاحد طيبين. شلون مبروك تجينا الشيله. زين الله يجزاك. شغل طيب. ابشركم انا اموركم زين. ما يحتاج. زين والله. الله يسلمك. تستاهل والله. تستاهل والله. اعذب لك اياها بنتي قسم بالله. ما يحتاج. ما دخلنا شك. حطه حطه هنا ولا بابا غنوا. وين قلبك اللي قبل شوي؟ ها ها روقتي؟ المشكله انك تكون عاصمنا نسوق على القطايم. لا ما عليه. لا والله ننتظر. لا والله المشكله ما قال ان شاء الله.